لسه من شويه كنا بنتكلم مع الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه عن طرق التواصل مع المواطنين، ولو في شكاوى ازاي تواصلوا مع المسؤولين، وازاي تم مراعاه هذا الامر مع المسؤولين الجداد اللي تم تعيينهم في المحليات. فلو هنتكلم عن طرق التواصل مع المواطنين، فوزاره الكهرباء في استجابه كبيره جدا من قطاع الكهرباء لشكاوى المواطنين اللي بتقدم من خلال منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده، ده ضمن خطه التطوير اللي بتتم في هذا القطاع الحيوي المهم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون دكتور ايمن حمزه المتحدث الاعلامي لوزاره الكهرباء والطاقه. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير لحضراتكم وجميع المتابعين الكرام. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نتعرف منك على كيفيه التواصل مع المواطنين، كيفيه استقبال الشكاوى، هل هي فقط من خلال منظومه الشكاوى الحكوميه ولا في طرق اخرى؟ طبعا هو احنا في اكثر من يعني من اليه زي ما حضرتك اشرت، منظومه الشكاوى الحكوميه بالاضافه الى الخط الساخن 121، وايضا ده الخط الساخن ده على مدار 24 ساعه سواء من التليفون الارضي او المحمول، بالاضافه الى المنصه الخدمات الكهرباء الذكيه، وايضا المواقع الالكترونيه المختلفه سواء موقع الوزاره او موقع سلك القبضه او موقع خاص بجهاز تنظيم مصرف الكهرباء وحمايه المستهلك، وايضا هناك برضو عدد من التطبيقات في خدمات الكهرباء الذكيه برضو بتستقبل الشكاوى، بالاضافه الى التطبيق المتصل بمنظومه الشكاوى الحكوميه اللي هو تطبيق اسمه في خدمتك، ده ايضا بيستقبل الشكاوى. وعايز اقول لحضرتك يمكن الحمد لله احنا يعني كوزاره كهرباء بالنسبه لي الشكاوى اللي وردت من منظومه الشكاوى الحكوميه الحمد لله تم الرد عليها بنسبه 100%، يمكن تقريبا حوالي اكثر من 115,000 شكوى تم توجيهها وتم التعامل معاها وتحقيق يعني الرد السريع وحلها. وعايز اقول لحضرتك يمكن حتى معالي دوله معالي الوزير وزير الكهرباء محمد شاكر يستقبل ايضا حتى على تليفونه الخاص يعني اكثر من 2300 شكوى استقبلها، وتليفون تليفون الوزير الخاص مع الناس. مظبوط، يعني هو بيستقبل الشكاوى بيبعتها لي خدمه المواطنين وبيتم متابعتها لغايه لما يتم رد عليها، ويتابع هو الرد تم ازاي وبيتاكد من المواطن حتى ان تم حل المشكله. وطبعا يعني ده توجه حتى كل الـ يعني القيادات وكل الاليات كلها، حرص الشديد على استقبال الشكاوى وكمان في نفس الوقت رد عليها. ويمكن برضو حضراتكم يعني الجهات الاعلاميه المختلفه بتلعب دور مهم جدا برضو، احيانا بتصل لينا بعض الشكاوى وده الحمد لله بيبقى تواصل ايجابي وبنبقى حريصين على الرد وعلى يعني حل المشكله والشكوى. نوع الشكاوى اللي بتوصل لحضرتك او لحضراتكم في الوزاره بتبقى ايه؟ ضعف تيار كهربائي، انقطاع متكرر، اعتقد ان الوضع ده اختلف كتير عن زمان، ولا بقى الناس بتتكلم في ان هي عايزه مثلا زياده قوه التيار الكهربائي، بتطلب حاجات مختلفه. هو طبعا في اكثر من نوع، في شكاوى فنيه زي ما حضرتك اشرتي بتبقى متصله بالاعطال او في مشاكل في فنيه في توصيل الكهرباء، وايضا ما ننساش بقى الشكاوى التجاريه اللي هي الشكاوى من بعض الفواتير ان هو في احساس ان دوت ان القيمه ديت غير مطابقه لي او مطابقه مع الاستهلاك الموجود، وفي بلاغات متعدده سواء في خدمه معينه عايزين في مشكله فيها، وايضا الاستفسار عن الخدمات. احنا بنوجه خدمات جدا، ويمكن دلوقتي بقت في يعني خدمات الكترونيه بيتم توجيهها من خلال المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه حوالي 25 خدمه. يمكن الاستفاده من تلقي كمان الشكاوى ان احنا لما تكون مثلا زي الشكاوى من الجزء الخاص بالفواتير، وكان في وقت كان في شكاوى كتير جدا من عدم دقه الفواتير، اطلقنا برنامج قراءه الموحد علشان يؤكد على ان كل فاتوره تكون موثقه بصوره العداد اللي هو العداد التقليدي، وبالتالي يعني بيبقى في تاكد كبير. ده هيخليني اسال باقي السؤال، هل قصه الفواتير دي بتتحل بعد استخدام الكارت المسبق الدفع؟
مظبوط مظبوط. يمكن العداد اللي هو اللي بالكاد زي ما حضرتك اشرتي يعني حل يعني بيحل كبير جدا جزء كبير جدا من المشاكل الخاصه بالفواتير. وعايز اقول لحضرتك ان هو كمان بيفيد في بيفيد المواطن في التحكم في الاستهلاك، لان هو بيبقى اول باول قدام الاستهلاك قد ايه، سحب قد ايه، استهلك قد ايه من الفلوس، وبالتالي بيؤدي الى توفير جزء مش قليل من اللي كان معتاد عليه نظرا ان هو كان بيتابع اول باول. أكيد. عظيم. نظرا لعدد الشكاوى الكبير يا دكتور، وارد ان ممكن شكوى تيجي ما ناخدش بالنا منها، تتحل لكن العميل مش مرضي نتيجة حل هذه الشكوى، لسه برضو عنده انقطاع، لسه فاتورته عالية. هل بنتابع احنا مع الناس بعد تقديم الخدمة المناسبة ليهم؟ بالمناسبة انا كان عندي شكوى في ارتفاع الفاتورة بتاعة الكهرباء بتاعة البيت جنبي الشركة، رحت شفت لقيت ان الموضوع استهلاك، لقيت الموضوع هو استهلاك، فبدأت اعدل يعني نمط استهلاك. يعني هو طبعا هو يهمنا مش الشكوى على قد ما يعني ازاله سبب الشكوى. ولما بتكون في تعدد الشكاوى او نفس الشكوى او نفس المشكله نفسها بنبدا نشوف في ايه السبب الاساسي، وبتبدا نشيلها من او نشيل الاسباب الجذريه اللي موجوده. ويمكن حضرتك اثرت النقطه مهمه جدا، واحيانا كتير احنا في العدادات اللي هي التقليديه العاديه ما بناخدش بالنا من استهلاكنا الا في اخر الشهر، ان بتيجي فاتوره بتبقى الشخص نفسه مش يعني مش متوقع ان هو الاستهلاك كده. وبالتالي مهم جدا يمكن من خلال حضرتك احنا برضو بناكد على ان احنا كلنا كمواطنين نتابع استهلاكنا، نشر الاستهلاك اللي موجود، نخلي بالنا من الاستهلاك اللي موجود، القرايه نصور العداد اللي هو التقليدي اول باول، علشان اول حاجه ان احنا التوفير دوت او الترشيد هيعود علينا من نفسه طبعا بالتاكيد لما اقل الفاتوره بتاعتي. طيب اخيرا وسريعا، هل العدادات الكوديه، عشان الناس بيقولوا العدادات الكوديه اللي هي بالكارت دي بتبقى تكلفه الفاتوره في النهايه او تكلفه الرقم اللي بيدفع في الشهر في النهايه اعلى من الاستهلاك بتاع العداد القديم؟ لا ابدا طبعا، كلام مش مظبوط. هو وطبعا هو في يعني معلومات خاطئه كتير جدا. اولا هو نفس طريقه المحاسبه هي ثانيا طبعا الموضوع ان هو الشحن بيخلص فجاه، الكلام ده مش مظبوط. هو يدي اكتر من انذار، وكمان في نفس الوقت دلوقتي بقت الشحن بتاعت الكارت بقى ميسر او سهل، فيه ممكن من خلال التليفون تطبيقات تنزع التليفون المحمول، ممكن من ملف الدفع الالكتروني الموجوده. الحاجه الثانيه ان بعد انتهاء الشهر او انتهاء فتره المحاسبه بيرجع ثاني يحسب من اول كيلو ثاني لاول شريحه. هو في ميزه مهمه جدا زي ما احنا قلنا ان هو بالعكس ده هو بيساعد المواطن نفسه ان هو يقلل الاستهلاك بتاعه. يمكن في نسبه مش قليله من الناس اللي هي تحولت عدد اللي بالكارت قدرت توفر جزء عظيم. يعني مش اقل من الربع تقريبا كان بتستهلكه نظرا ان هو بقى مراجع او متابع الاستهلاك بتاعه اول باول. عظيم. كويس ان حضرتك وضحت برضو انه مع اول كل شهر بيبدا من الاول من اول كيلو، عشان برضو ايه المواطن ما يتخيلش انه هيدخل في شريحه ثانيه نتيجه الاستهلاك. شكرا جزيلا ليك طبعا دكتور ايمن حمزه المتحدث الاعلامي لوزاره الكهرباء والطاقه، الف شكر ليك يا فندم.